critères d'être éduqué. الخاصة لها طبعا احتياجاتها والمؤسسة. السلام عليكم صباح الخير شكرا بس بخير الافريقيه تاع الروتيك من تنحجو من لي زوتر بيي عائله الصحافه. وهنا لابد ان نشير الى الايمان العميق للسيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون بالمؤسسات الناشئه وبالذكاء الاصطناعي، فقد اسس لاول مره في تاريخ الجزائر لوزاره منتدبه مكلفة بالمؤسسات الناشئة وبالذكاء الاصطناعي، وأسس كذلك لمدرسة عليا للذكاء الاصطناعي وللبحث العلمي العالي، وهي مؤسسة الموجودة حاليا بحمد الله تعالى، والتي تكون أكثر من 200 طالب من خيرة طلبة البلد. وبالتالي فتلاحظون بأن هناك بيئة خاصة لهذه المؤسسات الناشئة، وهي بيئة حاضنة تساعد وتشجع على أن تكون المؤسسة الناشئة أحد الروافد الأساسية للانتقال بالاقتصاد الوطني من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المتنوع المتعدد المداخل.